السلام عليكم. أنا وأنت وكل إنسان يريد أن يحقق أحلامه في الحب والعمل ويحيى حياة هانئة سعيدة، سيتحتم عليه في بعض الأوقات أن يجتاز الكثير من العوائق، ولكن أول وأهم عائق عليك التغلب عليه هو ذلك الاعتقاد السخيف بأن هنالك من سيدخل حياتك لكي يحدث لك كل التغييرات التي تتمناها. إن حدث ووجدت أن حياتك لا تسير على النحو الذي ترغبه، لا تلوم إلا نفسك، وتأكد أنه لا يوجد أي أحد مدين لك بأي شيء لتحاسبه على ما يحدث في حياتك، وتأكد أيضاً أنك أنت الشخص الوحيد الذي يستطيع إحداث الاختلاف في حياتك. اقبل مشاعر الحب والمساعدة والدعم ممن حولك بكل تأكيد، ولكن لا تعتمد على أي شخص ليأتي وينقذك ويحل جميع مشاكلك ويفتح لك أبواب السعادة ويمنحك كل احتياجاتك لكي تنطلق للحياة والأحلام التي تتمناها. حدد أنت أهدافك في الحياة، اعمل على تحقيقها وعلى خلق الحياة التي تريدها، لا أن تحيا على أمل أن يأتي أحد ويخلقها لك بعد إرادة الله وتوفيقه. أنت الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يقوم بذلك، وإلا فسوف تظل حياتك للأسف كما هي. ابدأ بنفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله يحفظكم ويحفظكم.